طيب عايز بالنسبة اكلمك. لكم انتوا ككتاب وكناس فنانين، في منتديات، في مهرجانات بتقام في مكة في الأعياد ثقافية يعني بقى. في بعض الأندية الثقافية في الأول أعتقد ما كان في أشياء بسيطة، يعني في عهد الرؤية هذه المباركة لا، في أحيانا تحصل في العيد في هنا في ملتقى صح فعلا، حتى في بعض الحواري، يعني مثلا دحين في الحواري اللي في مكة القديمة يجيبوا مثلا بعض الإيقاعات الشعبية، المزمار من المزمار هذا، ويحتفلوا في العيد عادي في الشوارع، وهذا يعني تحس هذه شوارع مكة، تعرف مكة لما تيجي في العيد بالذات تعرف انه مكه لها طابع خاص يختلف عن ايش؟ عن الرياض، قريبه من جده. قريبه من جده، فيها مجموعه كبيره من اي يعني الثقافات المختلفه. ايوه ايوه من كل الدول يعني أي فيها. ليش مكه كذا؟ لانه اصلا مكه هي منطقه حجاج، فجاء سكن فيها من كل مكان. من جاور ايوه يقول لك تحصل هناك مثلا حتى اللي هو السوداني والمصري ايوه، كل الناس سكنوا في هذه المنطقه. الموريتانيين السودانيين، حتى مو بس نقلوا بأجسامهم، نقلوا بثقافاتهم بالضبط كده. يعني في مكة احنا احيانا نعرف ثقافة السوداني، نعرف ثقافة المصري، حتى اللهجات احيانا في بعض اللهجات الحجازية تحصل لكنة سودانية، لهجة مصرية، لهجة كده، وتكونت منها ايش؟ اللهجة الحجازية.